استعرض اللقاء الذي جمع المدير العام لقوات الدرك الوطني الجنرال عصمت اسحاق الشيخ مع الزعماء التقليديين بولايه وادي فيره الاوضاع الاجتماعيه والامنيه بالولايه، حيث رحب حاكم الاقليم ايوب عبد الكريم عبد الله بالبعثه الامنيه التي يقودها المدير العام لقوات الدرك الوطني. الامن كله يبدا يعني يلحق، لكن شغل في الليل يبدا مغرب يبدا امتى يكون ما عنده خبر الا عن باقي الكل لو كده زول ده بقى تبدا كل مره، وعلينا كلنا مسؤولين. من جانبه المدير العام لقوات الدرك الوطني الجنرال عصمت اسحاق الشيخ جدد هو الاخر رساله رئيس الجمهوريه رئيس المرحله الانتقاليه الجنرال محمد ادريس ديبيتنو امام القاده التقليديين والهدف من زيارته للولايه. نينا برام ما نقدر ننسو شيء، الانفورماسيون كل يجيبونا في وقت اي اجل عشان نحن نقوم نمشي نترفينير، ده سبب لمينا معه الاجراءات اللي هنا نعملون هنا نشيلوا قرارات في الدرجة الوطنية. الشعور الأول سهولة خلاص بكفي عن شنو نحن دايرين الشعب يعيشوا في أمن وأمان. نحن قاعدين أمن للشعب وأموالهم، لكن ما قاعدين نعرناك الشعب ونعذبهم، لا للشعب الحكومة قاعدين. كما تداخل عدد من القيادات الدينية والتقليدية مشيدين بجهود الحكومة في بسط الأمن بالولاية رغم التحديات الكبيرة التي تواجه سكان الريف والقرى والبوادي، كما قدموا عدة أسئلة واستفسارات للمدير العام لقوات الدرك الوطني الجنرال عصمت اسحاق الشيخ وأجاب عليها. هذا ونشير إلى أن زيارة المدير العام لقوات الدرك الوطني الجنرال عصمت اسحاق الشيخ هو الوفد المرافق له إلى وادي فيرة من المقرر أن تستغرق عدة أيام لبحث الأوضاع الأمنية ودعم قوات الدرك الوطني.